وللمزيد أيضا مشاهدينا الكرام من المتابعة ينضم إلينا الآن من باريس محسن الميري مسؤول ملف الرئاسة بجريدة الجمهورية. بعد التحية هل لك أن تحدثنا عن جدول الأعمال المتعلق باليوم؟ أهلا وسهلا. في الحقيقة خليني أقول لك في البداية أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا في هذا التوقيت هو هامة للغاية. الزيارة مهمة والتوقيت أهم. نظرا لما تمر به المنطقة طبعا من صراعات، من مشاكل دول، من قضايا علاقة بالملف الليبي، قضايا علاقة بالملف اللبناني، بالملف السوري. أجندة الرئيس في باريس مليئة بالملفات. نقدر نقول ان هناك كنا نتابع منذ قليل انتهاء اللقاء بينه وبين رئيس الوزراء الفرنسي، ايضا كنا نتابع توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الوزراء المصريين والفرنسيين. هناك الكثير من الملفات بالفعل التي يعني او الاجراءات التي اتخذت اليوم. تمام، ده حقيقي، ده لسه حالا منتهي اللقاء رئيس الوزراء الفرنسي مع رئيس، تم توقيع الاتفاقات بحضور الوزير التعاون الدولي بعيدا عن هذا، احنا نقدر نقول ان في اتفاق كامل بين الرؤيه المصريه والرؤيه الفرنسيه فيما يتعلق بملفات المنطقه عامه. هل هناك رغبه في التعامل؟ نعم، هناك رغبه في التعامل، هناك رغبه في التقرب المصري خاصه في المجال الاقتصادي، خاصه مع تحقيق الاقتصاد المصري طفره في خلال 2020 رغم ما مرت به كل دول العالم من ازمات اقتصاديه بسبب جائحه كورونا، الى ان الموقف الاقتصاد المصري ما زال صامدا، ما زال قويا، حقق نمو تقريبا 3.6%، وده نمو معدل كبير جدا ويعتبر ثاني اقتصاد طبق التصنيف العالمي، رقم 2 على العالم من حيث النمو. الزياره كانت مهمه للغايه. كل الملفات تم طرحها على طاوله المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. نعم. كل الملفات تم طرحها بما فيهم. طب أستاذ محسن، يعني عذرا على المقاطعة، لكن دعنا نتحدث عن آخر الأمور التي حدثت وبعد ذلك نتحدث عما حدث بالأمس. يعني آخر الأمور هو اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الفرنسي، هل لك أن تطلعنا على أهم الملفات التي تم التباحث حولها؟ أهم الملفات، كان أهم الملفات في الطرح كان ملف، أي نعم تم طرح سياسية معينة بين الطرفين، لكن أهم ملف كان الملف الاقتصادي، وأفحص فعلا في النهاية عن توقيع عدد من الاتفاقيات. لم يكشف عن تفاصيلها بعد، لكن وقع أكثر من 3 اتفاقيات بحضور وزراء مصريين. ده يؤكد حرص الجانب الفرنسي والشركات الفرنسية على مناخ العمل في مناخ الاستثمار الجاذب في مصر. وهذا أيضا تم الإشارة إليه بالأمس في المؤتمر الصحفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون. نعم يا فندم. وهذا أيضا تم الإشارة إليه بالأمس في المؤتمر الصحفي هو زيادة الاستثمارات. لا أستطيع تفاصيله حتى الآن، لكن في الغالب هي اتفاقيات تشمل التعاون الاقتصادي، العمل في العاصمة الإدارية، بعض المشروعات. الإطار العام الإطار التفصيلي لم يتضح، لكن نحن الآن الرئيس برضو على يعني نهاية اليوم سوف يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. نقدر نقول ان الزياره شامله، ملف اقتصادي، ملف عسكري. التقى امس وزيره الجيوش الفرنسيه، التقى امس الرئيس الفرنسي، اليوم عمده باريس التقى امس بالليل عمده باريس، النهارده التقى رئيس الوزراء وضع عسكري. الزياره شامله، هي زياره دوله من اعلى يعني في البروتوكولات، هي اعلى زياره ممكن ان تكون بين دوله ودوله، هي زياره الدوله. نعم، نقدر نقول ان الزياره مهمه، جت في التوقيت اهم. نعم، بالتاكيد الوضع حد تحرشات التحرش التركي في شرق المتوسط. بالتاكيد هذه الزياره بالفعل هي هامه جدا وجاءت في توقيت مهم. استاذ محسن الميري من باريس مسؤول ملف الرئاسه بجريده الجمهوريه، شكرا جزيلا لك.